انا هرجع تاني بقى للملف المهم اللي احنا بنتكلم فيه طبعا، وبنتكلم في اقل تقريبا من 24 ساعه على مباراه منتخب مصر الوديه مع زامبيا، ودي هتكون خلينا نقول اول مباراه في معسكر اكتوبر. وكمان الميزه هنا ان انت سواء بتتكلم وديه او غيره، بس وديه زامبيا هو خلينا نقول هو زامبيا منتخب من التصنيف الثالث والجزائر منتخب من التصنيف الاول، فانت بتتكلم ان هم اكيد هيكون عندهم نجومهم بشكل كامل، يعني مش وديه وخلاص. والفرق دي او المنتخبات دي لا تقيله، فيعني انت عندك كل كمان على الصعيد الثاني كل المحترفين بتوعك موجودين، وامبارح تحديدا وصل صلاح وصل النني كل المحترفين لمعسكر منتخب مصر في الامارات استعدادا طبعا للوديتين. وخليني اقول لحضراتكم برضو فيتوريا كان عنده اهو تحدث ان هو عنده كمان تحديات كتيره جدا الفتره اللي جايه، ولازم كمان يركز ويحط ايده وهو اتكلم. انا دايما بدرس نقاط ضعف يعني المنافس والقوه كمان بالمناسبه اللي في المنتخب الاخر، وشفنا كمان كمان احنا مع اول مواجهه قويه واللي كانت برضو يا فاروق مش افضل بدايه، يعني لما جينا اتكلمنا عن تونس تحديدا وابتدينا نقول وديه يعني فيها تنافسيه، احنا خسرنا بثلاثيه. بس على كل حال تاني هنرجع نقول ان كان حتى ماتش ودي لكن انت لازم تحدد ولازم كنت تعرف ايه اسباب الخساره بتاعتك وتعالجها وتشتغل عليها، وخاصه انت بتتكلم انا عندي اسكواد عظيم وعندي مفروض كمان يعني من الدوافع اللي لازم اكون بيأهلني ويخليني واثقة ان الخطوات اللي جاية تتم على افضل حاجة تليق بينا، تليق بينا كجماهير في الاول وفي الاخر. ف يعني انا متفائلة الى حد كبير، وعاجبني كمان طبعا كالعادة احنا الوديات بتاعتنا بتكون في الامارات، فدي برضو حاجة اعتقد تبقى كويسة جدا. يعني بص انا كان نفسي ان احنا نحضر، معرفش مين من عندنا هيسافر، غالبا عويس هيكون مسافر طبعا معانا في رئاسة التحرير في البرنامج، اكيد هنوافي حضراتكم برضو بالتغطية على قناة النادي الاهلي، لكن الواحد كان نفسه يبقى متواجد طبعا، لان عامة الامارات انت ما تحسش ان انت في دولة مختلفة. بالزبط. يعني بجد وانتوا من حضراتكم اللي سافر وحضر ماتشات هناك للاهلي او لمنتخب مصر هتحس ان انت متواجد هناك عادي وسط جماهيرك. اصلا المصريين هناك الجاليات ارقام كبيره جدا، الجاليات المصريه حتى اللي مش في الامارات بيكونوا متواجدين في السعوديه او غيره بيسافروا، حتى في مصر ناس كتير بتسافر، فانا بشوف ان ده مشهد طبعا جميل جدا. عايز اقول لك انا واندي يعني بخصوص الامارات بالتحديد، انا كنت متواجد في مباراه السوبر الاهلي والزمالك اللي كانت يعني اول بطولات كولر مع النادي الاهلي، تشوف المصريين اللي موجودين في الامارات حب وعشق غير طبيعي للنادي الاهلي، في جماهير بتيجي من كل البلاد العربيه المحيطه بالفعل يا نهاوند جنب الامارات، سواء من السعوديه من قطر من البحرين من الكويت. خليني برضو في هذا السياق يا نهاوند ان المسؤولين والمنتخب مصر بيتوفر له كل الامور، عندنا امور وعندنا اسباب لازم يعني ان احنا نعالج معالجه الاسباب، يعني احنا دايما مستنيين من منتخب مصر بقالنا كتير من 2010 ما وقفناش، احنا مستنيين بقالنا سنين الافضل، يعني نتمنى ان فعلا يبقى على الارض في اختلاف يا فاروق، لان الجماهير المصريه نرجع نقول تستحق ده. للاسف الشديد احنا بعاد جدا عن طموح المشجعين المصريين وعامه الجماهير المصريه، بقالنا سنين بعيدين تماما او بعاد تماما عن الطموح اللي احنا يعني اقل شيء ممكن نقدم له ان هو نلعب ونلعب لعبه حلوه يبقى في تنافسيه. للاسف الشديد لحد دلوقتي اعتقد مش واصلين قوي لده. يعني انا شايف انا هوند معالجه الاسباب بقى لازم تيجي بسرعه، لاننا داخلين الشهر الجاي على بدايه التصفيات المؤهله لكاس العالم، ونفسنا بجد يعني نحسمها من بدري، مش صحيح. لازم ان احنا نستنى لاخر نفس ونستنى لاخر حسبه في المجموعه وتلاقي نفسنا في الاخر ما تاهلناش بسبب اخطاء متكرره، وده التحدي الاكبر لفيتوريا. يعني كمان التحدي المهم هو بطوله امم افريقيا في يناير القادم، اللقب غايب عن مصر من عام 2010 من 2010، اي نعم احنا وصلنا للنهائي مرتين في 2017 و2020 21 لكن خسرناهم، ومحدش يقول كويس اننا وصلنا للنهائي، لا احنا كمنتخب مصر دايما هدفك البطوله، لا مش كويس انك وصلت، احنا لازم نكسب لان ده منتخب مصر تاريخه ومستواه قيمته وامكانياته وسط جميع المنتخبات القاره، انت مكانك واقف على منصه التتويج ان انت يعني تشيل كاس البطوله، وده اللي احنا منتظرينه باذن الله. بص برضو خلينا نتكلم شوية ببعض الشواهد يا فاروق، يعني انت لما تيجي تتكلم عن منتخب مصر انت المنتخب الوحيد اللي محقق لقب كاس الامم الافريقية 7 مرات، صاحب كمان عندك عدة ارقام قياسية ده على مدار التاريخ وتاريخ البطولة، كمان انت عندك محترفين مفروض ان هم زي ما حضرتك عارف بيلعبوا في الدوريات الكبرى، يعني صلاح النني كل ده في الدوري الانجليزي، ومرموش في المانيا، مصطفى محمد في فرنسا، يعني غير بقية طبعا الدوريات المختلفة والمحترفين المختلفين.
المخالفين اللي فعلا وجودهم اكيد لازم يكون ليه فرق، لازم يكون ليه فرق. انا هاكد بس على النقطه مهمة دي، مهمه النقطه يعني دي بجد، لازم يكون في فرق. هو احنا متوقعين ده، بس بص خليني اقول لك على حاجه، يعني انت كده كده ما عندكش حجه ان انت تفوز بلقب افريقيا وان انت كمان تتاهل لكاس العالم وتقدم كمان ماتشات مش هقول جيده، لا ممتازه. فيعني فكره بقى ان احنا زي ما انت كنت لسه بتقول انا بروح وبمثل مصر تمثيل البعض بيشوفه مشرف، طب كويس ان احنا كنا موجودين، لا الكلام ده ما ينفعش. حتى انت لما تيجي تقول عدد المحترفين اللي عندك، هي برده مش بالعدد قوي بس المحترفين اللي عندك كعدد بالانديه والدوريات المختلفه في اوروبا اللي بيلعبوا فيها بيمثلوها، المفروض ان انت تيجي بقى يترجم ده كله مع طبعا اللعيبه المحليه اللي هي برضو بتمثل انديه كبرى في مصر، المفروض ان انت تبقى بتروح حته تانيه خالص او نتائج تانيه خالص. حتى هذه اللحظه برضو ده مش موجود. فاحنا كنا حتى بنتساءل، ومش بس الموسم ده اللي فات واللي قبليه، كنا بنقول طب هل المشكله في الكوادر اللي عندك، ولا المشكله في الجهاز الفني، ولا المدير الفني، ولا الامكانيات، ولا الجماهير، ولا عفوا انا يعني ما تبقاش عارف هتحط المشكله فين بالظبط، ايدك بالزبط. على اي مشكله. لكن في العموم مش عايزين برضو نبقى بنتكلم بشكل شويه سلبي، خلينا نقول ان فيتوريا بنثق فيه حتى هذه اللحظه ما قدمش حاجه يخلينا نقلق برضو. انا اتمنى ليهم حالي كحال كل مصر كل التوفيق في اللي جاي، لكن لازم يكون في تركيز، لازم يكون في هدف، ولازم يكون في تطوير كمان في اللعب، طرق اللعب. فنتمنى يكون في كمان كيمستري حلوه بين المحترفين وبين لاعبتنا، علشان في الاخر نظهر كمنتخب قوي امام اي تحديات بتواجهنا لسه اللي جاي اتقل بكتير الفتره اللي جايه طبعا زي ما حضراتكم عارفين. طبعا يا هوند، وخلينا برضو احنا في هذا السياق واحنا بنتكلم على الاستعدادات المنتخب المصري، اللي طبعا يعني يا هوند احنا لما بنتكلم على الاسباب او بنتكلم على الامور دي، احنا عايزين منتخب مصر لا في المكانه اللي تليق بتاريخك باسمك وبقيمتك، ان انت احد كبار القاره الافريقيه، انت الاكثر تتويجا زي ما نهوان قالت برصيد 7 بطولات. كمان في حدث مهم جدا بكره، وهي قرعه بطوله امم افريقيا، عشان نعرف احنا هنواجه مين في البطوله. وخليني اقول لكم ان يعني مصر ضمن منتخبات التصنيف الاول مع كوت ديفوار والمغرب والسنغال وتونس. التصنيف الثاني هيكون بيضم الكاميرون ومالي وبوركينا فاسو وغانا والكونغو الديمقراطيه. التصنيف الثالث هيكون بيضم الراس الاخضر، زامبيا، جنوب افريقيا، وغينيا، وغينيا الاستوائيه، وموريتانيا. التصنيف الرابع بيكون انغولا وغينيا بيساو وناميبيا وموزمبيق وجامبيا وتنزانيا.